دونك هذا الاتفاق اللي تم توقيع ديالو اليوم تحت رئاسه السيد رئيس الحكومه هو تيحل واحد العدد ديال المشاكل فيما يخص لا زياده في الاجور اللي هي تم الاتفاق على 1500 درهم شهريا كزياده الاجور لكل الموظفين ديال القطاع. وفي نفس الوقت كانت ايضا واحد العدد ديال الملفات فئويه اللي هي كانت مطروحه لعده سنوات واللي تم الحل ديالها ووضع حلول ديالها. هذه محطة جد مهمة لأنها غتساعد أولا باش تخلق واحد الجو داخل إيجابي داخل القطاع، ونتمنوا غتساعد أيضا باش الاستئناف الدراسة ديال التلاميذ واستجابة مع أيضا الانتظارات ديال الأسر وضمانا للزمن المدرسي ديال التلاميذ. ونتمنوا أيضا بأنها غتفتح أيضا أفق جد مهمة لتسريع الإصلاح داخل المنظومة. والآن احنا عندنا تجارب اللي تتبين بأن كاين أثر إيجابي اللي يكون تعبئة ديال كل أطراف، ومن طبيعة الحال لا هيئة التدريس ولا هيئة الأطر الإدارية تتلعب واحد الدور جد إيجابي في مواكبة هذا الإصلاح.